تكون على نفس الليفل بتاع المريض ماشي الاعداد الجويه طبعا النقطه احنا بنحطها في هنا فبتبقى على نفس الليفل بتاع النقطه المينيمم ديستانس متر عشان الكونفرجنس. اول حاجه اللي انا بعملها في السوفت وير بعمل ستاندرد كاليبريشن للعين وبعد كده كاليبريشن للهيد. اول ما اقول له بريبير يظهر لي الليزر بيم بيظهر على حيطه متكونه من ثلاث نقط سنتر ليفت رايت اب وداون فهي عشان المسافه مش مظبوطه لكن هي لو مات بتبقى من الخمسه بالظبط هم الواضحين لو حضرتك رحت على المسافه شويه كده الخمسه هو انا بقول للعيان حسب السوفت وير بتاعي بص يمين شمال فوق تحت وهو بيعمل ديتكشن. اهم حاجه في الكالبريشن من الستاندر يكون راسه ثابته عين ما تتحرك. الشكل القدامي ده كاليبريشن بالاي ده شكل بيرفكت. انا كل اللي يهمني ان الخمسه دوتس يبقوا متوازيين على الكروس الاحمر فده بيبين لي ان انا الكاليبريشن بتاعتي كانت مظبوطه. ممكن لو الكاليبريشن مش مظبوط هتلاقي الدوتس دي اللي هي دي ودي ودي هتلاقيهم متحركين عشوائي في المربع ده اعرف من كده ان الكالبريشن بتاعي ما كانش مظبوط. ده المفروض يبقى عليه ده المفروض تبقى الاي ممكن تبقى عليه بس كده اكسبتد يعني لو بعد كده هعمل الهيد كالبريشن. الهيد كالبريشن انا قلت ان الجيروسكوب او الموشن سنسور ده بيبقى دوره ان هو بيحدد لي الموشن سنسور ده هل افكتيف هل في مشكله شغال كويس ولا لا. كده انا بحرك هوريزونتالي وانا شايف ان طب اللي فوق ده ايه يا باشمهندس؟ المونيتور اللي فوق اللي عمال اللي فوق ده؟ ما ده بالظبط الاي بوزيشن ده الاي بوزيشن؟